حقق الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي فوزا مهما على حساب فريق سيدات هليوبوليس في أول لقاءات الدور نصف النهائي من منافسات بطولة دور السوبر للمحترفات. أقيمت المباراة على صالة برج العرب بالإسكندرية وشهدت أداء قوي من جانب الفريقين قبل أن تنتهي بفوز سيدات سلة الأهلي بنتيجة 89-45. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف طاقم تحكيم مواجهتي الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يدير مباراة الذهاب في تونس يوم 18 من الشهر الحالي الحكم الجزائري مصطفى غربال، وفي لقاء الإياب في القاهرة يوم 25 من مايو سيكون كل من الحكم الكونغولي جان جاك نادالا ويعاونه سورو فيتسواني وسيدو تياما والحاجي ألاو محمد كحكم الرابع. وتم تعيين الجزائري لحلو بن إبراهيم لإدارة تقنية الفيديو ويعاونه دانيال لاريا وعبد الله محمد. أعلنت لجنة مسابقات باتحاد كرة القدم المواعيد الرسمية لمواجهة دور 32 ببطولة كأس مصر للموسم الحالي، وتنطلق منافسات دور 32 للكأس بمواجهة سيراميكا كليوباترا ومكادي على ملعب المقاولون العرب يوم 28 من الشهر الحالي، وتقام في اليوم ذاته مواجهتان بين سموحة ولافيانا باستاد الإسكندرية وزد أف سي والداخلية على ملعب السلام، فيما تقرر إقامة لقاء الأهلي والألومنيوم على استاد السلام يوم 29 من الشهر الحالي. أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة 21 من بطولة الدوري المصري، وجاءت العقوبات بإيقاف مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد أف سي لمباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10,000 جنيه، وذلك بسبب الطرد لما بدر منه تجاه الحكم، وإيقاف محمد إسماعيل محمد قطب لاعب فريق زد أف سي لمباراة واحدة وذلك للطرد لمنع فرصة محققة، وإيقاف حسام حسن عبد البديع لاعب سموحة لمدة مباراة واحدة وذلك لحصوله على إنذارين في نفس المباراة. توج نجمنا المصري سام مرسي قائد فريق أبسويتش تاون الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في فريقه عن الموسم الماضي بعدما قاد الفريق للتأهل إلى الدوري الممتاز الإنجليزي في الموسم المقبل، ليصبح سام مرسي أول قائد مصري في التاريخ يصعد مع فريقه بالدوري الدرجة الأولى للبريمير ليج. تحضيرا لأولمبياد باريس، أعلنت تقارير صحفية أن الاتحاد العراقي لكرة القدم بدأ من الآن مفاتحة منتخبات قوية لتأمين مباريات ودية لمنتخب بلاده الأولمبي الذي يستعد لأولمبياد باريس 2024. وذكرت التقارير أن الاتحاد العراقي اتفق مع نظيره المصري على إقامة مباراة ودية للمنتخبين في شهر يونيو المقبل استعدادا لأولمبياد باريس، وتم الحصول على الموافقات المبدئية بين المنتخبين. كشفت تقارير صحفية إسبانية أن المغربي ياسين بونو حارس مرمى نادي الهلال السعودي دخل ضمن اهتمامات باريس سان جيرمان للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة كبديل للإيطالي جيان لويجي دوناروما، مشيرة إلى أن ياسين بونو ظهر بصورة رائعة هذا الموسم مع الهلال، مما جعل أبواب كرة القدم الأوروبية تفتح أمامه مرة أخرى بعد أن أصبح أكثر حارس هلالي عبر التاريخ يحافظ على نظافة شباكه خلال موسم واحد. صدم داني كارفخال جماهير ريال مدريد الإسباني حين اعترف بأن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني يوم غد الأربعاء قد يكون المباراة الأخيرة لكل من لوكا مودريتش وتوني كروس وناتشو فرنانديز على ملعب سانتياغو برنابيو، مشددا على أنه يجب معرفة وضع كل واحد منهم وما قد يحدث معه، وقال إنهم يركزون على المنعطف الأخير من الموسم وسيحدث الأمر في لحظة ما. أثنى إيريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد على جماهير فريقه لمؤازرتها الكبيرة للفريق رغم الضربة الموجعة التي تعرض لها
بالخسارة برباعية أمام كريستال بالاس في ختام المرحلة 36 من الدوري الإنجليزي، ليواصل الفريق نتائجه المهتزة بعدما حقق انتصارا وحيدا فقط في مبارياته السبع الأخيرة. واعترف مدرب يونايتد بأن أداء الفريق لم يكن جيدا بما يكفي بأي حال من الأحوال، موجها الشكر للجماهير على التشجيع المستمر حتى صافرة النهاية.